بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو موقف عبد الله السعيد من المشاركة في المونديال حال إيقافه 6 أشهر. بداية عزيزي المشاهد، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس ليصلك كل ما هو جديد مباشرة. نفى اتحاد الكرة ما تردد حول إمكانية غياب عبد الله السعيد لاعب الأهلي عن مونديال روسيا حال إيقافه نهاية الموسم لمدة 6 أشهر بداعي توقيعه لناديين. وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن عبد الله السعيد يمكنه المشاركة مع منتخب مصر حتى لو صدر قرار بإيقافه نتيجة توقيعه للأهلي والزمالك معا. وقال المصدر إن إيقاف اللاعب لا يمنع رحيله للعب في ناد خارج مصر أو اللعب في منتخب مصر، بدليل عصام الحضري الذي انتقل للمريخ السوداني أثناء إيقافه في مصر، مضيفا العقوبة تخص مشاركة اللاعب مع الأندية وليس المنتخب، بمعنى أن يتم إيقاف اللاعب مع ناديه ولكنه في الوقت نفسه يشارك مع منتخب بلاده بشكل طبيعي. وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن أن هناك شرطا جزائيا في عقد عبد الله السعيد الموقع مع الزمالك بقيمة 1,000,000 دولار، أي ما يساوي 1,700,000,000 جنيه. وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج الغندور والجمهور ويقدمه خالد الغندور أن عبد الله السعيد وقع على عقود مع الزمالك وطلب اللاعب تأجيل توثيقها في اتحاد الكرة لحين الانتهاء من تغيير مسكنه ونقل أولاده من المدارس خوفا من غضب جماهير الأهلي. وأكد مرتضى منصور أن عبد الله السعيد وقع للأهلي تحت الإجبار في وجود بودي جاردات، وهناك العديد من المفاجآت سيكشف عنها يوم السبت في المؤتمر الصحفي. في النهاية، شكرا لك عزيزي المشاهد، ولا تنسى الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.